انتوا كان المفروض تطلعوا المطار دلوقتي يا هيثم مش كده؟ المفروض مش انا مش عارفين نوصل للمطار اصلا، وناس بالهبل متعوره وبتنزف معانا. هل هم قافلين عليكم الطريق قاطعين؟ عايزين نبطل طبطبه بقى ويقولوا ورده الكل مش عارف ايه وخرا ايه؟ في ايه؟ عندك حق، عندك حق، لازم تدخل. فين السلطات وفين الحكومه؟ يا جماعة تدخل عاجل، انقذوا ولادنا اللي موجودين في السودان. تدخل عاجل يا جماعة أرجوكم، ولادنا في السودان بيموتوا، أرجوكم تدخلوا شوفوا المصيبة. يا هيثم، هيثم هنفضل معاك على اتصال، هنفضل معاك على اتصال. اسمعني يا عمرو. أيوه سامعك. أنا محمد فؤاد يا عمرو. أه محمد، إزيك؟ احكي لنا الأول إيه، في إيه عندك؟ أحكي مين؟ إحنا بنموت. احكي ايه ولا ايه؟ طب انتوا اللي تحكي. انتوا طب انتوا في اي مكان؟ طيب نبعت لكم حد. انتوا حاجه تتحكي، في ناس بتموت، انا وابني بنموت ومعاه 130 واحد. طب انتوا الاتوبيسات بتاعتكم فين دلوقتي يا محمد؟ احنا في مكان ما اقدرش اقول لك عليه، ما اقدرش اقول لك عليه على الهوا، لازم تكلمني على التليفون اقول لك. هنخليهم ياخدوا منك التليفون ويتصلوا بيك عشان يكلموا اي حد مسؤول يعمل معانا مداخله نشوف ايه اللي بيحصل في السودان. استنجد بيك يا عمرو. يا محمد احنا معاك طول الليل ما تخافش، احنا هنفضل معاك لغايه ما تخرجوا وتركبوا الاتوبيسات وتروحوا المطار. ممكن يتقتلوا نص ساعه. لا يا محمد، محدش هيقدر يمس دم واحد. ارجو تدخل سريع، ارجو تدخل سريع، ارجو تدخل سريع. ولادنا في السودان بيموتوا من الجمهور الجزائري، الجزائريين بيقتلوا في مصريين في الخرطوم، ما كفاهمش اللي حصل في الجزائر. ارجوكم والا نناشد جمهورنا يقتل الجزائريين اللي موجودين في مصر، نخرج على الجزائريين اللي موجودين في مصر، عندنا جزائريين في مصر، نروح لهم نموتهم. طالما ولادنا بيتقتلوا في السودان ناخد بترنا. ما ينفعش يا جماعه. يا احمد شوفوا ولادنا في السودان، الحقوهم. يا احمد صلي على النبي. يا احمد كده. الدنيا ولعت في مصر علينا يا جماعه. هو ده كان على الهوا؟ يا محمد احنا معاك طول الليل ما تخافش، احنا هنفضل معاك لغايه ما تخرجوا وتركبوا الاتوبيسات وتروحوا المطار. ممكن يتقتلوا نص ساعه. لا يا محمد، مش هيقدر يمس دم واحد. ارجو تدخل سريع، ارجو تدخل سريع، ارجو تدخل سريع. ولادنا في السودان بيموتوا من الجمهور الجزائري، الجزائريين بيقتلوا في مصريين في الخرطوم، ما كفاهمش اللي حصل في الجزائر. ارجوكم والا نناشد جمهورنا يقتل الجزائريين اللي موجودين في مصر،
يخرج على الجزائريين الموجودين في مصر. عندنا جزائريين في مصر نروح لهم نموتهم طالما ولادنا بيتقتلوا في السودان. ناخد بترنا. ما ينفعش يا جماعه. يا احمد شوفوا ولادنا في السودان الحقوا.